أمريكية تقتل طفلتها تنفيذا لأوامر سبونج بوب. في أغرب قصص القتل والإجرام، أقدمت سيدة أمريكية على قتل ابنتها التي لا تتعدى 3 أعوام، وهي تردد أن سبونج بوب هو من قال لي أن أقتلها، وذلك عندما تم اكتشاف أمرها. وفي التفاصيل، أقرت الأم جوستين جونسون 22 عاما بأنها قتلت ابنتها ووضعت جثتها في كيس قمامة تنفيذا لأوامر سبونج بوب الشخصية الكرتونية الشهيرة، مضيفة: سبونج بوب هو من طالب لي أن أقتلها وفقا لما نشرته صحيفة نيويورك بوست الأمريكية. وأشارت محققة وكالة حماية الطفل رايان إيبرلين إلى أن المتهمة قتلت ابنتها في 16 أيلول 2021، بعد يومين فقط من تاريخ ميلادها 3، موضحة أنه ألقي القبض عليها في ولاية ميشيغان الأمريكية بتهمة القتل العمد وإساءة معاملة الأطفال من الدرجة الأولى. وأكدت المحققة في المحكمة أن المخدرات لعبت دورا كبيرا في الحالة التي تعاني منها الأم المضطربة التي بكت طوال إجراءات المحاكمة. وتابعت المحققة: أخبرتني المتهمة بأنها لا تتذكر تفاصيل ما حدث وقت مقتل ابنتها، وأنها كانت تعاني من الهلوسة بسبب الهيروين وعدم النوم لمدة 2 تقريبا. وأضافت: كانت جوستين في شقة والدتها قبل واقعة القتل، وأثناء عودتها إلى المنزل فقدت الوعي في مقبرة، وعندما استيقظت وعادت إلى المنزل أخيرا اعتقدت أن التلفزيون كان يتحدث معها ويطلب إليها أن تقتل ابنتها وإلا ستموت. وستواجه الأم عقوبة السجن المؤبد إذ أدينت وهي محتجزة حاليا من دون كفالة. ومن المقرر عقد جلسة استماع تمهيدية في 28 من شباط الجاري. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.